مساء الخير، ازي حضراتكم جميعا. اهلا وسهلا بكم في السيمينار الشهري للمركز الثقافي الروسي بحرم سقيت عبد المنعم الصاوي، الاعز والاقرب الى قلبي. كل سنه وانتم طيبين، سعيدا يبقى بكم في ايام كريمه زي اللي احنا فيها. ربنا يهل رمضان علينا يا رب بالخير واليمن والبركات. اتمنى ان النهارده موضوعنا عن البيرن اوت يكون ملائم للظروف اللي احنا فيها ظروف الحياة العملية اللي بنمر بيها حالياً. الحقيقة أنه البيرن أوت أو الاحتراق الوظيفي دوره، أو الكلام والحديث عنه دوره توعوي. الهدف منه أن احنا عايزين نقول للناس أنه الاحتراق الوظيفي أمر حقيقي جدي، حقيقي مهم أن احنا نقف عنده كتير. ما هواش رفاهية وما هواش دلع زي ما بنسمع من بعض المديرين اللي بيقللوا من شأن الشعور بالاحتراق الوظيفي. خلينا قبل ما نقول معناه وقبل ما نتكلم عنه باستفاضة، خلينا الأول نقول هو الاحتراق الوظيفي ده أصبح ليه داعي النهاردة نتكلم عنه كتير. مبدئيا هو مش موضوع جديد. الحياة اللي احنا عايشين فيها النهاردة وظروف العمل اللي كلنا بنمر بيها بتفرض علينا تحديات طول الوقت، بتفرض علينا ان احنا طول الوقت بننافس مش بس بعضينا لكن بننافس انفسنا، وبتفرض علينا امور اكثر تعقيدا، ان احنا لازم نبدو دايما في احسن صوره، وان احنا لازم طول الوقت نبقى محافظين على مستوى ادائنا ومستوى انتباهنا وتركيزنا وحالتنا النفسيه وقدرتنا على الثبات الانفعالي واداره التوتر والتحكم في الغضب، ومهارات كتيرة جدا نفسية ووظيفية أصبحت مطلوبة جدا النهاردة، ومن غيرها مش بنلاقي الفرصة المناسبة في سوق العمل. عشان كده الإلزامات دي والضرورات اللي أصبحت مفروضة علينا النهاردة بتكلفنا فوق طاقتنا طاقة أخرى، بتفرض علينا أن احنا نبدو في صورة قد تكون مش هي الحقيقية، على الأقل في الوقت اللي أنا بظهر فيه. بمعنى ان واحده زي وسائل التواصل الاجتماعي مثلا بتفرض علينا، ولو اني انا مش مقتنعه بفكره انها بتفرض علينا وهقول ليه، بس هي بتفرض علينا ان احنا نبدو في ابهى صوره وفي احسن حال وفي احسن مود او حاله مزاجيه. ليه انا شخصيا مش مقتنعه برايي الشخصي، يعني مش مقتنعه انها بتفرض علينا؟ لانه ما حدش بيجبرني استخدمها، وما حدش بيجبرني اشير لحظات نجاحي أو إخفاقي، تطوري الوظيفي، تطوري الدراسي، ما حدش بيجبرني أعمل ده، ما حدش بيقول لي شاركي لحظات مريتي بيها مع أسرتك، أوقات بتكوني متضايقة فيها، ما حدش بيجبرني بعمل ده. بس إحنا دلوقتي مدفوعين ومجبورين بالتصرفات الجماعية. يعني إيه؟ يعني الجماعة اللي إحنا من ضمنها، اللي هو الكوميونيتي اللي إحنا جزء منه أكيد بنتأثر بيه، مش بس بنأثر فيه، بنلاقي ان الناس اللي حوالينا بيعملوا كده، وخصوصا لما نكون بنقارن نفسينا بمجموعه معينه من الناس. يعني مثلا لو انت مدرس لغه انجليزيه فهتبقى اهتماماتك انك تقارن نفسك، او يبقى عندك ريشيو كده او معدل بتقارن نفسك بيه مدرسين اللغه الانجليزيه الاكفاء المشهورين، اصحاب الكونتنت او المحتوى القيم اللي ليهم جمهور، اللي ليهم فولورز. فبتلاقي نفسك بشكل لا ارادي مدفوع، مش انك تقلد بس، انك تقتدي، انك تقارن مستواك بمستواه، عدد جمهورك بعدد جمهوره، عدد الفولورز بتوعك على صفحتك بعدد الفولورز بتوعه، هو بينزل ايه فتبقى عايز تنزل زيه. ففجاه بتلاقي نفسك فعلا مضطر، في حين ان ممكن جدا ترفض انك تبقى تحت هذا الضغط. النوع ده من الضغوط اللي ممكن يكون مش بسبب وظيفتنا لكن بسبب لايف ستايل جديد اتفرض علينا. كل ده على فكره ممكن يتجمع اجزاء صغيره جنب بعض لحد ما بتوصلنا فعلا للاحتراق الوظيفي. زمان من كام سنه كده، من حوالي مثلا ممكن نقول وفقا للابحاث والتواريخ اللي بنقراها في الابحاث، من حوالي 30 سنه كان بيتقال انه البيرن اوت او الاحتراق الوظيفي دي مشكله فرد غير قادر على تحمل الضغوط، وغير قادر على اداره الضغوط، وغير قادر على الثبات الانفعالي في مواقف ضاغطه عليه.
فكان بيتهم الشخص اللي بيعاني من الاحتراق الوظيفي انه شخص غير كفء في التعامل مع الضغوط. ولكن مؤخرا وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وفقا لبحث أجرته جامعة ستانفورد، وفقا لاستطلاع عملته هارفارد بيزنس ريفيو، منصة النشر المعروفة التابعة لمدرسة أو لهارفارد بيزنس سكول أو مدرسة هارفارد للأعمال، APA أو American Psychological Association اللي هي الجمعية الأمريكية لعلم النفس، كل دي جهات معتمدة وقوية وسيرتيفايد، ولما بتقول حاجة بنصدقها لأنها متخصصة ومعتمدة، بتقول إنه الاحتراق الوظيفي خرج من ملعب الفرد إلى ملعب المؤسسات. ده معنى إيه؟ معناه باختصار إنه الفرد أصبح بريء من إنه يكون هو السبب أو هو اللي ضعيف أو مش كفء كفاية إنه يقاوم ضغوط العمل والحياة، مما أدى به إنه يصل للاحتراق الوظيفي. الفرد بريء من ذلك، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ده معناه ايه؟ معناه انه النهارده اللي هو 4 ابريل والنهارده اللي هو 2021 بنتكلم عن انه الاحتراق الوظيفي هي اصبحت احد مسؤوليات والتحديات اللي لازم مؤسسات العمل بكل اشكالها، مستشفيات ومدارس وجامعات وغيره، كل أشكال وشركات، كل أشكال المؤسسات العمل هي المسؤولة عن وجود الاحتراق الوظيفي أو وصول العامل لديها للحالة من الاحتراق الوظيفي. خلينا نبدأ باستطلاع أجرته واحدة من أهم وأشهر مؤسسات الأبحاث، هي مؤسسة جالوب أو غالوب في أمريكا. عملت استطلاع على حوالي عدد من الموظفين ما يقرب من 7500 موظف بيعملوا طبعاً بدوام كامل اللي هو يوم عمل طبيعي، عدد أيام الأسبوع كاملة طبعاً إلى جانب الأجازة الأسبوعية، يعني عامل بشكل طبيعي اللي هو بارت تايم ولا هو فريلانسر يعني. ولقت من هذا الاستطلاع اللي تم إجراؤه على 7500 موظف إنه أسباب الاحتراق الوظيفي 5 أساسيين هم اللي بيؤدوا بالعامل للوصول لهذه الحالة. أول حالة أو أول سبب، المعاملة غير العادلة في العمل تصل بالعامل للاحتراق الوظيفي. تاني سبب هو الضغوط الغير مبررة والغير منطقية اللي كتير جدا من المديرين والقادة، قادة الفرق يعني، بيضعوها على العاملين بدون سبب حقيقي وجيه يستدعي نوع ده من الضغوط والإطار الزمني المضغوط الضيق، ولكن هو نوع من أنواع التسلط واستخدام السلطة مش أكتر، نوع من أنواع التكدير اللي هو حد بيعلم على حد علشان يسمع الكلام ويلتزم. لقوا إنه ده بنسبة كبيرة جداً بيحصل، ودي اللي بنسميها unethical practices أو ممارسات إدارية غير أخلاقية. لما نكون بنعمل ضغوط بدون داعي، ما عندناش ديدلاين، ما عندناش سبب أو مبرر، ما عندناش كرايسيس وبنحاول تو مانج الكرايسيس دي أو الأزمة والكارثة دي، وأكون بعمل ضغوط على فريق العمل من باب إن نخليهم دايما شعلة نشاط، ده بيحرق. ده بيحرق الموظف لأنه فعلا هو بيشعله، أشبه بالشمعة اللي بيتم إشعالها من الطرفين، فبتدي لك فعلا وهج ودرجة عالية جداً من الإضاءة، ولكن عمرها بيأثر لأنك أنت بتشعلها من الطرفين. فالاحتراق الوظيفي أشبه بحالة الشمعة المضاءة أو المشتعلة من الطرفين، بتحترق سريعاً حتى وإن أعطتنا درجة عالية من الأداء ورد الفعل المنتظر الإيجابي، ولكن عمره بيبقى قصير. الحاجة الثالثة واللي أنا شخصياً بحب أقف عندها كتير، الاحتراق الوظيفي ساعات ما بيكونش بسبب ضغط من مدير، ولكن بسبب عدم وضوح الرؤية. أنا مش عارف أنا إيه اللي مطلوب مني، فكل يوم بيطلب مني حاجات أنا ما كنتش عارف إن دي عليا، وكل يوم بتلاقي نفسي في مناطق أنا ما كنتش عارف إن أنا مطلوب مني أكون موجود فيها. عدم وجود detailed and clear job description بيؤدي إلى الاحتراق الوظيفي. عدم وضوح المهام
والمسؤوليات والواجبات الوظيفية وحدود وسلطات كل منصب أو كل بوزيشن وآخر، ده يؤدي بالعامل بعد فترة من الزمن طالت أو قصرت، مسألة فروق فردية مش أكتر، بس طالت أو قصرت هيصل به إلى الاحتراق الوظيفي. من الأسباب كمان اللي قالت عليها مؤسسة جالوب هو إنه مفيش جلسات نقاش وتقييم وتصحيح مسار من المديرين للعاملين في فرقهم. عدم وجود شكل من أشكال تقييم الأداء عادل وثابت وممنهج وشكله مدروس وسليم بيؤدي إلى العامل إنه يصل لحالة من الاحتراق الداخلي، لأنه أشبه باللي بيجري طول الوقت ومش عارف هيوصل إمتى، مش شايف نقطة هيوصل لها. ما فيش تقييم يقول له you are on track، انت ماشي بشكل سليم، انت على المسار. ما فيش حد بيقول له لا انت خدت مسار مش سليم، ارجع خد اليوتيرن اللي جاي. ما حدش بيصحح له المسار، وده طبعا بيخليه عامل زي الهامستر. لو انتوا عارفين شكل الفار الابيض اللي جوه كوره، بيبذل مجهود كبير جدا في الحركه وعمال يجري 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 بس مش بيوصل لحاجه. هي دي فكره ان يكون عندي مدير لا يجيد الإدارة وتقييم الأداء وتصحيح المسار وتقديم الدعم والمساعدة. ممكن المدير ده يصل بالموظف أو الموظفين اللي تحت إدارته إلى الاحتراق الوظيفي؟ طبعاً، ده أهم الأسباب. السبب الخامس والأخير وفقاً لاستطلاع مؤسسة جالوب، وليس الأخير بشكل عام يعني، إضافة أعباء العمل، إضافة لأعباء العمل اللي هي طبيعية. ما فيش وظيفة ما فيهاش أعباء، ما فيهاش ضغوط، ما فيهاش تحديات. يعني شغلانة المدرس فيها تحديات، شغلانة الطبيب طبعا طبعا. في آخر سنتين احنا عارفين إنه الطاقم الطبي كله بكل درجاته وتصنيفاته بيعمل تحت ضغوط، خصوصا في أزمات وجائحات زي اللي احنا فيها. المحامي تحت ضغط، المحاسب والأرقام والمعادلات والقرش اللي بينقص زي القرش اللي بيزيد الاثنين مشكلة. كل وظيفة فيها نوع من أنواع الضغوط. إضافة إلى أعباء الوظيفة الطبيعية العادية اللي هي مقبولة ومعروفة، عشان كده حتى لما بنعمل job description بيبقى جزء منها بنقول job hazards، يعني مخاطر الوظيفة أو اللي challenges اللي في الوظيفة. طبيعي الناس بتوع السيلز عندهم ضغط التارجت، الناس بتوع البروجيكتس عندهم ضغط الديدلاين، الناس اللي بيطلعوا في الميديا عندهم ضغط الوقوف قدام كاميرا والظهور على الهواء وعدم التلعثم وحضور الذهن. كل وظيفة فيها أنواع من الضغوط، ده طبيعي، ولكن يكفيها ما فيها. هي كفاية اللي عليها إنها تحمل قدر ما مقبول ومعلوم من الضغوط. مش محتملة كمان عدم وضوح الرؤية بعدم وجود تحديد للمهام والمناصب، مش محتملة كمان مدير لا يجيد التوجيه والدعم وتصحيح المسار، مش محتملة كمان ضغوط وقت غير مبررة وغير منطقية، مش محتملة كمان عدم وجود عدالة في التعامل. يكفينا ما يكفينا إن كل وظيفة فيها قدر معين من الضغط، هذا مقبول، وده على فكرة لا يؤدي للاحتراق الوظيفي لو لوحده. ضغوط العمل لا تؤدي للاحتراق الوظيفي لو لوحدها. ده كان استطلاع قالته مؤسسة جالوب للأبحاث الأمريكية. جامعة ستانفورد لقت كمان في واحد من الأبحاث اللي قامت بيها في خلال العشر سنين اللي فاتوا، لقت إنه الاحتراق الوظيفي أثره لا يصل للفرد فقط ولكن للمجتمع والاقتصاد بشكل عام. وعملت دراسة بحثية على، أو كان موضوعها تأثير الإجهاد ما قالوش بقى الاحتراق الوظيفي، تأثير الإجهاد في مكان العمل على تكلفة أو تكلفة الرعاية الصحية والطبية للموظفين. لقيت أنه في الولايات المتحدة الأمريكية فقط تكلفة الرعاية الصحية والوفيات الناتجة بسبب الإجهاد في مكان العمل وصلت لتقريبا 190 مليار دولار سنويا، إضافة إلى رقم تاني خد. الناس ممكن تعيا فتروح تتعالج فتكلف المؤسسات والدولة 190 مليار دولار في السنة، لكن إضافة إلى ذلك إحنا عندنا 120 ألف حالة وفاة سنويا
في الولايات المتحدة الأمريكية بيكون بسبب الضغوط اللي بيتعرض عليها العامل في بيئات العمل. أفهم من كده إن أنا النهاردة عندي بيئة عمل ممكن تؤدي إلى الاكتئاب، إلى السلوك المرضي، إلى الانتحار في بعض الأوقات، إلى حدوث وفاة مفاجأة. كل ده ممكن يكون راجع لسبب الاحتراق الوظيفي. ممكن نفهم ده، مش بشكل مبالغ فيه ولا حاجة، هي دي الأرقام ودي الإحصائيات ودي المؤسسات والجهات اللي بتقول الكلام ده، احنا مش بنبالغ. لو بصينا شوية كده في الأرقام دي هنلاقي إنه الموضوع ما بقاش واقف عند حد الفرد. انت ازاي ما بتعرفش تتعامل مع الضغوط؟ ده مش سؤال النهاردة، ده سؤال اتسأل كتير قوي في الربع القرن اللي فات وتحاسب عليه ناس كتيرة قوي. انت ازاي ما بتعرفش تشتغل تحت ضغط؟ Can you work under pressure؟ سؤال من الأسئلة الشهيرة جدا اللي بتلاقوها طول الوقت على الانترنت. انا عن نفسي لما حد بيسألني، لو اتسألت السؤال ده جاوب اقول ايه الإجابة النموذجية؟ يعني انا شايفة ان إجابة السؤال سؤال. قبل ما اقول او لا على ان انا بعرف اشتغل تحت ضغط، لازم اسأل اللي سألني define pressure. Can you work under pressure؟ لازم اسأله define pressure. عرف لي ايه هو الضغط اللي انت تقصده. ضغط مواعيد الديدلاين، ضغط التارجتس، ضغط طبيعة العمل والوقفة قدام كاميرات. عرف لي طبيعة الضغط، هل هو ضغط طبيعي أورجانيك في الوظيفة، ولا ضغط بسبب الأسباب الأربعة التانية اللي قالت عليها مؤسسة جالوب؟ ضغط أن يكون فيه مدير متجبر ومتسلط، أو جماعة من الزملاء يكونوا عنصريين مثلا وبيتهكموا على نوع جندر ريس او عرق او ديانه او لون او شكل او اعاقه. ما هو ده مش نوع من انواع الضغط، ده اسمه اهانه، ما اسمهوش ضغط. فلو هو الضغط اللي يقصد ان انا اقدر اشتغل تحت مظلته هو ضغط طبيعه الوظيفه الاورجانيك، اي كان دو، خلاص اي كان مانج. بس لو الضغط ان عندي مدير عنده اضطرابات ومش عارف يدير صح، او مش عارف يتعامل بشكل سلوكي نفسي سليم، ومفيش وضوح للرؤيه والحدود والمهام والمسؤوليات والسلطات، دي مش ضغوط ينفع حد يقدر يشتغل تحتيها او يتقبلها ويتعامل معها ويقول I can manage. ما ينفعش. ولو قدر يعمل ده شهر او اتنين او ثلاثه مش هيقدر يكمل كده على طول. لكن ينفع تشتغل تحت ضغط لو طبيعه الوظيفه هي كده وانت فاهم ان هي كده من الأول، وطول الوقت المكان اللي تشتغل فيه بيرفع من قدرتك الاستيعابية والمهارية اللي تمكنك تتعامل بشكل كفء مع النوع ده من الضغوط. ده أدى أن منظمة الصحة العالمية اعترفت رسمياً في بداية الألفية الثالثة بمصطلح burn out، الاحتراق الوظيفي، ولقيت أن النهاردة مطلوب توجيه مؤسسات العمل للتعامل ولوضع وبناء استراتيجيات تعامل لتخفيف حدة المشكلة والخروج باستراتيجيات تمنع حدوث الاحتراق الوظيفي أو تخفف من أثاره. طيب خلينا نشوف هو إيه المقصود بقى بالاحتراق الوظيفي علمياً كده. هي حالة من الإرهاق تشمل كل الإنسان بقى، ممكن تبقى تبان عليه أولاً جسدياً إنهاك وإجهاد وإرهاق، ممكن تبان على تركيزه أولاً مش على صحته العامة أو الشكل الخارجي، تبان على تركيزه، على انتباهه، على إنه ما بقاش بيقدر يبقى حاضر الذهن زي الأول، خصوصاً لو بدأنا نلاحظ ده في ناس إحنا اتعاملنا معاهم قبل ما يوصلوا للحالة دي، مش هو داخلي كده أصلاً يعني. أو إن يكون بدأ يبقى عاطفي بزيادة عن اللزوم. عاطفي مش معناها إن هو رومانسي، مقصود بالعاطفية إنه يبقى حساس لأي حاجة. ردة فعله يا إما إنه بتعيط
بتاخد الموضوع بشكل حساس ان انا ضحيه وانه ليه الناس بتضطهدني وليه حاطيني في دماغهم والكلام اللي بنسمعه من بعض الناس، يا اما ان يكون حساس انه الكلمه بياخدها بشكل شخصي بيشخصن الامور فتلاقيه تعصب على زميله وعلى مديره واتخانق، ما هو ده برضو اسمه عاطفي، معناها انه بيدرك المواقف بشكل عاطفي سواء بقى كان بعصبيه او كان بانعزال وشعور بالاضطهاد وانه ضحيه. في الحالتين الاحتراق الوظيفي هو ارهاق، حاله من الارهاق العام تشمل الانسان الفرد العامل يعني ككل جسديا وعاطفيا او نفسيا او كل دول مع بعض في اسوأ الاحوال. ABA او American Psychological Association الجمعيه الامريكيه لعلم النفس عرفت بيرن اوت أو الاحتراق الوظيفي إن هو physical, emotional, or mental exhaustions، معناها حالة من الإرهاق البدني العاطفي والنفسي والذهني. أفهم من كده إن كل ده ممكن يكون ليه علاقة بمستوى الأداء، مظبوط؟ ده اللي قالته APA لما قالت إن كل ده مصحوب by decreased motivation، انخفاض في حالة الحافز الداخلي الذاتي، lowered performance مستوى اداء بينزل، وعشان كده المؤسسات لازم تبتدي تاخد بالها من الاحتراق الوظيفي انها مش مشكله فرديه بتاعه الفرد لوحده هتعود عليا انه مستوى اداؤه هينزل، والنيجاتيف اتيتيودز اسلوب في التعامل والتفكير والتوجهات السلبيه من الشخص تجاه بقيه الاشخاص او نفسه. نفسه دي معناها انه ممكن يبتدي يأذي نفسه، وهنشوف دلوقتي من ضمن الاعراض بتاعت الاحتراق الوظيفي ان فيها جزء كبير من فعلا احتراق داخلي ممكن يبتدي يأذي نفسه بسلوكيات غير سليمه وغير صحيه. بيرن اوت في معظم الاحوال زي ما بتقول APA بتقول انه هو بيحصل للناس البروفيشنالز، فهنيئا لينا كلنا لو كنا عانينا من الاحتراق الوظيفي، ان دي شهادة جاينا من الأمريكان سايكولوجيكال أسوسيشن بتقول إن لو أنت حسيت بالاحتراق الوظيفي ده معناه إن أنت موظف كفء وشاطر وبروفيشنال، لأن الكسالة ما بيحسوش بالاحتراق الوظيفي، بيبقى عندهم لا مبالاة ومش حاسين بمشاكل يعني. بيرن أوت مصطلح مش جديد، مصطلح تقريبا من السبعينات في القرن الماضي لدكتور هربرت فرويد برغر، واحد من السايكولوجيست المشهورين والمعروفين في القرن العشرين أو القرن الماضي، كان مهتم جداً بدراسة تأثير الضغوط في بيئات العمل. وخدين بالكم احنا بنتكلم في 1974، احنا بنتكلم ان الموضوع فعلاً مش جديد ومش بالحداثة اللي تخلينا نقول ان هو دلالة على ان الناس مرفهة وبدأوا يحسوا بعدم القدرة على تحمل المسؤولية ابدا. وفقا للAPA في السلايد اللي فاتت قالت ان اللي بيحس بالاحتراق الوظيفي هم الناس اللي حقيقي شاطرين وبروفيشنالز، يعني هي حاله بتيجي للناس الشاطرين زي حاله البرفكشنزم كده او حاله الرغبه في الوصول للكمال والمثاليه، دي ما بتجيش للناس الضعفاء، دي بتيجي للناس الاقوياء والشاطرين في بيئات عملهم. شايف دكتور هربرت انه التوصيف المثالي لحاله الاحتراق الوظيفي هي حاله شعورية يفقد فيها الشخص الرغبة في العمل، والحقيقة هو بيفقد الرغبة كمان في التواصل، ولهذا تترافق مع فقدان الرغبة في العمل انخفاض مستوى الإنتاجية وتطوير الأداء والرغبة في التواصل مع باقي أفراد بقية العمل، فضلاً عن الإرهاق الجسدي والعقلي والذهني الناجم عن الحياة المهنية وضغوطها الطبيعية، ولكنه النهاردة مش قادر يحتملها. طيب بما اننا عرفنا واتاكدنا ان الاحتراق الوظيفي مش مصطلح جديد ومش حاجه دلاله على رفاهيه المجتمعات النهارده وان الناس ما بقتش زي زمان بتاعه شغل، ابدا مصطلح مش جديد، ولكنه زاد استخدامه وزاد ظهور حالاته في اخر سنتين تحديدا مع ظهور جائحه كورونا في 2019 ومروراً ب 2020 ووصولاً لليوم النهاردة.
نظرا لانه بيئات العمل هيكلها اتغير. مفيش وقت حصل فيه، مش هقول وقت احنا كنا عايشين وحاسين بيه، لا حتى الاكبر مننا اللي هو يعني مش الاكبر مننا كمان من قرن ماضي، ما حصلش ان احنا اكتشفنا ان في امكانيه ان احنا ندير الاعمال من البيت وعن طريق الزوم. مفيش الكلام ده. فعلى قد ما يبدو ان الصوره العامه للشكل اللي بنشتغل بيه النهارده ان هي اريح لانك بتعمل ده جوه بيتك، على قد ما هي مرهقه ومجهده جدا لدرجه تصل ببعض الناس اللي اشتغلوا خلال السنتين اللي فاتوا بالشكل ده، حتى هم اقل من سنتين، احنا في نهايه 2019 بدايه 2020، احنا اقل من سنتين، ولكن الناس اللي اشتغلوا بكثافه بهذا الوضع الجديد او بالستراكشر ده بيعانوا النهارده من ضغوط نفسيه خطيره تصل بيهم انهم واحد عايزين يسيبوا الشغل كومبليتلي، خلاص انا مش عايز اكمل. اتنين مستوى ادائه اقل جدا، على الرغم ان الناس بتبص للي بيشتغل في الظروف الحاليه انت مرتاح، انت بتعمل الميتنجز بزوم، انت بتطلعي المحاضره اونلاين، انت بتعمل انترفيو من خلال زوم، فيعني انت بتعمل حاجات كتيره قوي دلوقتي وانت في بيتك، يعني مش محتاج تتعب. اكشلي هو في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها، احنا لما بنخرج من بيوتنا وبندي ظهرنا ليها وللي فيها كل تركيزنا بيبقى في الشغل، فبنطلع انتاجيه حلوه جدا في التركيز. يعني ممكن تغرق في شغلك مده ساعتين ثلاثه وبعدين تصحى كده او تفوق على لحظه انا عايزه اطمن على اللي في البيت، او عايزه اسال على والدي، او عايزه اطمن على ابني رجع من المدرسه، حاجه كده. يعني انت بيجي لك لحظه بيسموها فلو او لحظه تدفق التركيز او التعمق في حاله انت فيها جوه شغلك، بتنسيك اي حاجه تانية فبتخليك تطلع احسن انتاجيه. وبالتالي لما بترجع بيتك وبتدي ظهرك لشغلك زي ما اديت ظهرك للبيت اول اليوم، انت بترجع البيت وانت مشتاق له وعايز تسمع الناس اللي قاعده فيه وعايز تتواصل معاهم، بغض النظر ان احنا بنبقى مجهدين انا فاهمه، بس ولكن انت بتبقى حاسس ان المكان ده وحشك، اوضتك وحشتك، الليفينج روم بتاعتك انا نفسي اقعد ارتاح فيها شويه، اخويا، ابني، جوزي، مراتي، كل الناس دي انا افتقدت وجودهم على مدار 8 الى 10 ساعات في اليوم. لكن لما بقينا بنعمل شغلنا جوه البيت واولادنا حوالينا واسرنا حوالينا، مش عايزه اقول ان احنا ما بقيناش نفتقدهم، اكيد لا مش ده اللي عايزه اقوله، بس عايزه اقول ان الامور بقت داخله في بعض. بقيت وانت بتعمل مكالمه تليفون مع عميل او مع مدير، ابنك قدامك بيتنطط وبيلعب بيعمل حاجه وانت عمال تبص له وتصغر له من بعيد كده، فانت بقى فيها عندك حاله اشبه بالانفصام. يعني انت بقيت اتنين في بعض في نفس اللحظه، عكس ما كنت بتعمل الميتنج وانت فورمال وظبط التون بتاع صوتك والجلسه والقعده ومش مركز في اي حاجه غير البرزنتيشن بتاعتك. دلوقتي انت مطالب تعمل كل ده وانت مركز في ان في واحد بينط من فوق السفره، او ان القطه مثلا هتوقع حاجه على اللابتوب، او وات ايفر ايه الموقف اللي ممكن يكون بيحصل، بس انت بقيت مشتت في تركيزك، فده بيطالب حضرتك بمزيد من الضغط على نفسك علشان تحافظ على تركيزك، فده بيخلق ضغوط زياده. العمل من البيت او العمل عن بعد واحنا جوه بيوتنا مع اسرنا خلق ضغوط زياده ممكن يكون اللي ما جربهاش مش متوقعها او مش متخيل انها قد كده، يعني ريديكولس وتقيلة على الناس وسخيفة، لكن هي يعني هي كده فعلا مع شوية وقت. في الأول ما كناش بنحس بده، في الأول كنا حاسين الموضوع لطيف، بس مع الوقت لا، وتدريجيا كمان قدام كمان شوية هنبتدي مستوانا في الشغل يقل، نظرا لأن قدرتنا على الفصل اللي احنا متشبثين بيها دلوقتي تبتدي تدريجيا وبشكل طبيعي تقل برضو، فيبتدي ده يظهر في أعمالنا ونتائج شغلنا. ولهذا وفقا لكل الناس اللي احنا ذكرناهم دلوقتي، الجهات يعني سواء جامعة ستانفورد أو APA أو مؤسسة جالوب أو منظمة الصحة العالمية، وفقا لكل الـ huge and reputable organizations اللي احنا ذكرناها دلوقتي، عندنا مبدأ لازم نطلع بيه وهم أوصوا بيه، وهو إن الوقاية خير من العلاج، واحنا كلنا عارفين المبدأ ده من واحنا أطفال، وبيتكتب تقريبا على ظهر الكشاكيل بتاعتنا من واحنا اطفال، الوقايه خير من العلاج. ولان الوقايه خير من قنطار علاج،
فيجب على المدراء أو المديرين الالتزام بالوصايا والتوصيات الآتية اللي هنقولها في السلايدز اللي جاية علشان يقدروا يفهموا ويتجنبوا حدوث الاحتراق الوظيفي. فهم العلامات التحذيرية أو المؤشرات الأولية للاحتراق الوظيفي هتمكن المديرين من الآتي: واحد، هيتجنبوا حدوثه، ودي أول نقطة من الذكاء، إن إحنا ما ندورش على حلول للمشاكل وبس، من الذكاء إن إحنا ندور على خطط وقاية تمنع المشاكل إنها تحدث أصلاً، فتجنب حدوث الاحتراق الوظيفي بقدر الإمكان أو إزالة أو التحكم في الأسباب المؤدية إليه هو عين الاحترافية ومنتهى الذكاء. اتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيفه قبل فوات الأوان في حالة حدوثه. أنا دخلت بيئة عمل، استلمت شغل في مكان جديد، دخلت لقيت فيه مجموعة من الناس يبدو عليهم العلامات اللي احنا هنقولها دلوقتي، مما يعني ان هم يعانوا من احتراق وظيفي، ففورا ابتدي اتخذ الخطوات اللازمة للتحكم فيه وإدارته قبل استفحال الوضع. معالجة الأعراض الواضحة ومحاولة التفتيش عن الأعراض غير الواضحة زي اللي هنقولها دلوقتي. محاولة كمان كل مدير، ويجب انها تكون من يعني تكون من الحاجات اللي بناء عليها المدير يترقى او يتكرم، ان يكون مبتكر في وضع استراتيجيات وخطط هدفها انها توجد طرق ووسائل لتخفيف الضغط عن الموظفين. ننسى بقى وجهات النظر القديمة اللي بتقول ان كل ما المدير كان شديد وبيخلي الناس متكهربة وماشيين في الشغل وهم مضغوطين، ده دلالة على انه حازم وقوي وماسك بيد من حديد. ده مش حقيقي، والله ده ما حقيقي خالص. كل النظريات والكتب العلمية والتوجهات، مش هقول الحديثة والقديمة كمان، بتؤكد انه لا الإدارة ولا التربية بالعنف، مش بالشدة، مش بالزعيق، مش بالخضة، مش هو ده اللي هيخلي الناس تشتغل وتطلع أحسن ما عندها، ولا ده اللي هيخلي الناس تلتزم. النهاردة احنا مش هنتكلم عن الليدرشيب ستايلز والثيوريز، ازاي ندير الناس وازاي نوصل بيهم للي احنا عايزينه من غير ما نكون أجريسيف، مش ده موضوعنا النهاردة. بالعكس، موضوعنا النهاردة هيتكلم أكتر عن العلامات والإشارات اللي بتقول وبتنبئ بتشاور هنا في منطقة احتراق وظيفي، ابحث عنها، فتش عنها اكتر. مبدئيا ليه ده مطلوب؟ لانه الشركات بشكل عام وبشكل دوري سنويا بتعمل دراسات استقصائيه او سيرفيز، الهدف منها انها تدور على اشكال الاحتراق الوظيفي او تكتشف اذا كان في حد يعاني من الاحتراق الوظيفي او تحط ايديها على مسببات الاحتراق الوظيفي. ولكن وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومؤسسة جالوب وجامعة ستانفورد وكل الجهات المهتمة بدراسة الاحتراق الوظيفي سببا وطرق المعالجة بتاعته ووسائل واستراتيجيات التحكم فيه، كلهم أجمعوا إن الدراسات الاستقصائية السنوية اللي بتأديها الشركات كل سنة مرة لا تكفي ولا تفي بالغرض، والأسباب كتيرة. منها إن الدراسات الاستقصائية أو السيرفيز دي مش بتعرف تقيم كل أشكال الاحتراق الوظيفي، بتعرف تقيم الأشكال الظاهرة الواضحة سهلة القياس سهلة الملاحظة، ومش بتعرف تقيس الأشكال التانية الكامنة الهيدن اللي هنقول عليها. سبب تاني كمان إن الاستقصاءات السنوية دي غالبا بتتم في أوقات رسمية ومعروفة ومحددة وثابتة، وبناء على ذلك ان ممكن يكون عندي حاله من حالات الاحتراق الوظيفي او يعني جو عام يؤدي الى الاحتراق الوظيفي في فتره اخرى خلال العام وانا ما قستش فيها وما عملتش فيها سيرفي. عشان كده هيكون من الحاجات الذكيه ان الاستقصاءات ما تكونش فيكسد او بتتعامل في توقيتات معينه زي الابريزل كده، البرفورمانس ابريزل المعروف بيتعامل شهر ديسمبر في كل سنه، فبقى انا عارف ان انا عندي تقييم اداء في ديسمبر، فاجي قبل ديسمبر بشهرين ثلاثه ابتدي ابدي احسن ما عندي واطلع احسن ما لدي من صوره، علشان ابتدي لو كنت يعني مش مادي اداء كويس طول السنه اجي في اخر ثلاث شهور اظبط.
وده شبه كده لما احنا ما كناش بنذاكر طول السنه في الجامعه ونيجي قبل الامتحان بكم اسبوع نجيب الملازم من بين السرايات ونبتدي نقعد نذاكر ونركز، فبنلم الترم وما بيروحش مننا. بس الحقيقه ان الاحتراق الوظيفي ما ينفعش يتقاس بالطريقه دي خالص. لازم يكون عندي وسائل غير رسميه وغير محدده زمنيا، لازم يكون عندي مديرين عندهم سنس، عندهم مش قرون استشعار ولكن درجه من الذكاء العاطفي بنسميه ايموشنال انتليجنس، اللي يخليه وهو قاعد مع الموظف بتاعه يحس بتغيير فيه، واللي يقدر يحط ايده على اسباب التغيير ده، ويا ترى هو ده بسبب ايه، ايه من الاسباب الخمسه اللي احنا قلنا عليها، ضغوط العمل الطبيعيه ولا شعور بالاضطهاد وعدم العداله وان في حد واخد اكتر من حقه، ولا انه مفيش وضوح رؤيه في مهامه ومسؤولياته، ولا ان انا شخصيا بضغط عليه بمواعيد وديدلاين فوق طاقته. المدير الذكي اللي عنده قدر ما من الاي كيو او الايموشنال انتليجنس بتخليه ياخد باله المشكله فين، يحط ايده على مبررات المشاكل. كمان هي لا تفي ولا تكفي، لانها يعني بتخلي الموظفين يبقوا مدركين هم بيجاوبوا على الاسئله دي ليه. فممكن جدا يجاوب اجابه مضلله، يعني زي مثلا لما يجي حد يقول لك احنا هناخد منك فيدباك بعد المحاضره دي، بعد السيمينار ده، فهناخد منك فيدباك انت مبسوط بيه، انت رايك في ايه، انت انطباعك ايه، استفدت ولا لا، ويكون اللي بيعمل فيدباك ده هو انا شخصيا. فده ادعى ان انت ما تقدرش تجاوب بحريه. انا عارفه طبعا ان في ناس جريئه كفايه انها تقول لحد ادائك عجبني او ما عجبنيش، بس بشكل عام يعني هو مش من الصح ان يجي المدير يقيس الاحتراق الوظيفي بنفسه ويقول له جاوب لي على الاسئله دي اللي هدفها ان اقيس عندك احتراق وظيفي ولا لا، خصوصا ان احنا بنتعامل مع الاحتراق الوظيفي او ضغوط العمل على ان هي شيء معيب، اخاف ان حد يعرف ان انا بعاني منه او ان انا بشتكي من الضغوط فيقول لي انت مش حمل انك تشتغل تحت ضغط، فيتفهم ان انا ما عنديش ستريس مانجمنت ومش بعرف ادير نفسي ومش بعرف امانج الضغوط، فاخاف اتشاف كده. بدليل ان انتوا لما بتتحطوا في انترفيو وتتسالوا السؤال ده بتخاف تقول له لا ما اقدرش اشتغل تحت ضغط، لانك عارف ان ده ممكن يضيع منك الانترفيو ده. معنى كده ان احنا جوانا اصلا توصيف مغالط او معيب للاحتراق الوظيفي، بنعتبره حاجه المفروض ما نوصفش نفسنا بيها، مع انه علميا في نهايه التوصيات بتاعه النهارده المفروض ان انت تقف كده تغير مفهومك وتعترف بانه الامور اللي بتشتغل او الظروف اللي بتشتغل تحتيها فيها قدر كبير من الاسباب المؤديه للضغط او للاحتراق الوظيفي فيجب تعديلها. فعشان كده معظم الموظفين اللي بيعانوا من الاحتراق الوظيفي ما بيجاوبوش على السيرفي ده، ولو جاوبوا عليه بيجاوبوا اجابات غير كامله او مضلله. سؤالنا المهم واللي تقريبا احنا جايين عشانه النهارده هي ايه اعراض الاحتراق الوظيفي؟ هل لو انا شفت حاجه هقدر اميزه؟ هقدر اخد بالي واقول اه هو ده الاحتراق الوظيفي، انا عندي الاعراض دي النهارده؟ هقدر اخد بالي او هركز كده لو انا ليدر تيم ليدر، يعني انه فلان اللي في الفريق اللي بشتغل فيه عنده بعض الاعراض دي، هل ممكن تميزه؟ هل كل واحد عصبي معنى انه عنده احتراق وظيفي؟ عندكم فكره انه الاحتراق الوظيفي بشكليه اللي هنقول عليهم دلوقتي او بالتصنيفين بتوعه واحد منهم بيبقى الشخص هادي جدا ومسالم جدا ومنعزل كمان، يعني مفيش منه اي ضرر ولا اي خطر؟ هارفارد بزنس ريفيو عملت بحث وطلعت من خلاله او بناء على نتائج البحث ده طورت نموذج سلوكي شامل لاشكال وتصنيفات واعراض الاحتراق الوظيفي، وصنفتهم في تصنيفين، اشكال نشطه واشكال غير نشطه. الاشكال النشطه سمتها ان هي ايجابيه، ايجابيه لانها بتعرب عن نفسها وبتظهر، مش ايجابيه يعني عشان حلوه، لا يعني انا وحش وبظهر. الثانيه نشطه وسلبيه، اللي هو غير نشطه وسلبيه، انا اسف، اللي هو هيدن
بتستخبى في سلوكيات عادية ممكن صاحبها نفسه ما يبقاش مدرك إنه ده يعني إن أنا أعاني من ضغوط واحتراق وظيفي، ممكن اللي حواليه يخطئوا في توصيفها وتصنيفها وتعريفها ويفترضوا إنه عنده مشاكل شخصية، أو حد يقول له روح اكشف أنت واضح إنك أنت ضغطك عالي فبيعصبك. في ناس ممكن تخطئ في توصيف وتعريف المظاهر العامة للاحتراق الوظيفي. هارفارد بيزنس ريفيو طورت النموذج ده وقالت إن هو نموذج هيساعد المديرين والموظفين على حد سواء على تمييز علامات وأعراض الاحتراق الوظيفي واعتبرها جرس انذار مبكر للطرفين. العلامات التحذيرية للاحتراق الوظيفي ليها شكلين زي ما قلنا، الشكل الإيجابي النشط، نشط ظاهر وإيجابي علشان بيظهر نفسه وبيعرب عن نفسه، والاحتراق الوظيفي غير النشط السلبي هي اللي بتحصل في خلف الستار، خلف سلوكيات كتيرة احنا بنعملها. تعالوا نشوف الأشكال الإيجابية النشطة شبه إيه أو زي إيه. مبدئياً كده عشان نعرفها صح، الأشكال الإيجابية النشطة من الاحتراق الوظيفي أو الأعراض دي هي اللي بتثير مشاعر وانفعالات عاطفية شديدة. زي إيه؟ زي الغضب، الثورة، الخناق، النزاع، تلاقيه بيمسك حاجته من على المكتب بشدة وبعصبية وهو بيحط الحاجة، ممكن يكون محدش مزعله دلوقتي بس هو بيحط الحاجة بيحطها بعصبية وبشدة وبعنف على مكتبه. في حاجة لا أبدا ما عملتش حاجة مش قصدي، وهو بيقفل باب بيرزعه. هل دي علامات يعني الاحتراق الوظيفي؟ هي علامات ممكن يبقى يعني أسباب أخرى، لو هو عنده حاجات تضايقه أو تعصبه هيقول أو هيعترف بيها حتى بينه وبين نفسه، فيقول أنا حالتي دلوقتي كده عشان أنا كده، عشان أنا متعصب من الموقف الفلاني. بس لو هو نفسه اتسأل السؤال ده وما لقالوش إجابة وقال هو أنا عملت كده؟ أنا ما خدتش بالي إن أنا رزعت البيت، لا ما خدتش بالي إن أنا قفلت التليفون بحدة، لو هو تليفون عادي اللي بسماعة مش موبايل يعني. لا حد مثلا يقول لك أنت ما شفتش نفسك بترد إزاي في الميتينج؟ أنا ما ردتش، أنا رديت عادي، أنا كنت بتكلم عادي. فغالبا صاحبها ما بياخدش باله من ان تصرفاته قويه وشديده، بس اللي حواليه بياخدوا بالهم، بياخدوا بالهم قوي ان رده فعله حاده، طريقته اجريسيف، بتبان قوي في البادي لانجوج بتاعت الشخص. هو ممكن بيسمعك تلاقيه عامل كده وعامل امبريشن وش كده، فيشل امبريشنز كده وانطباعات وش كده فيها شيء من الغضب، الاستياء، عدم التقبل، الرفض التام لوجهه نظرك. ممكن لو قلت له انت سامعني يقول لك انا سامعك، طب انت ايه اللي مش عاجبك في الكلام؟ لا مين قال ان انا مش عاجبني؟ وشك بيقول انه مش عاجبني، طريقتك، البادي لانجوج بتاعتك بتقول ده، شكله عنيف. عشان كده الاشكال الايجابيه للاحتراق الوظيفي بتظهر نفسها، بتظهر نفسها على الانسان. اما بقى الاشكال السلبيه غير النشطه فهي اذكى للاسف الشديد من انها تظهر بالوضوح ده، ان انا اخد بالي من نفسي او ان غيري كمان ياخدوا بالهم مني. شكلها ليه مش ظاهر؟ لانها مش بتثير انفعالات وحالات عاطفيه شديده او واضحه زي الحزن، زي مظاهر التعب او الارهاق اللي هي بتبدو على الجميع بلا استثناء مهما كان مستواه الوظيفي او درجته الوظيفيه ومستواه المادي والمعيشي. الجميع يبدو عليه مظاهر تختلف شدتها وحدتها، ولكن الجميع يبدو عليه مظاهر الشقة والتعب والإرهاق، السهر. مفيش حد مرتاح، يا الدنيا أصلا مش يعني مش من المكان اللي احنا جايين فيها علشان نبقى منعمين ومرتاحين، كلنا فاهمين المعنى ده. فعشان كده مظاهر التعب أو الإرهاق هي أكتر مظاهر ممكن تخدعنا ونبقاش عارفين نميز سببها أو توصفها أو نديها تعريف. بس مظاهر الحزن، مظاهر الإحباط، مظاهر الخذلان أو إنك تحس إن أنت ما خدتش حقك أو إنه مش متقدر كفاية، هو ده بيبان على الشخص، بيبان عليه جداً، بيبان عليه جداً في كلامه وفي طريقة رده. هوريكم دلوقتي مثال على حاجة زي كده. بس حالياً خلينا نوصل للشكل
الداخلي والخارجي للمؤشرات او للعلامات التحذيريه بتاعه الاحتراق الوظيفي. احنا قلنا العلامات الايجابيه النشطه اللي هي غضب وثوره وخناق وصوت عالي واجريسيف بودي لانجوج وبصت وش فيها قسوه وحده وكانه متحفز، كل دي انفعالات قويه عاطفيه ظاهره على الشخص سواء في نبره صوته او في حركه جسده او حتى في الفاظه وردوده. اما المؤشرات السلبيه فهي بتبدو عليه في انه مسحه حزن، شيء من الارهاق ممكن يخدعك وتبقاش عارف سببه الحقيقي. خلينا نقول انه في شكلين من المؤشرات السلبيه للاحتراق الوظيفي، الشكل الاولاني وهو داخلي وفي شكل تاني وهو خارجي. الداخلي هو اللي قلنا عليه مظاهره الارهاق والتعب، شيء من الاحباط، يأس، استسلام، عدم استشعار جدوى من اللي احنا بنعمله. يبتدي يظهر عليه علامات الإهمال في صحته ولياقته ومظهره العام، طريقة لبسه أو لبسها. كم حد فينا لاحظ على زميله أو يمكن بعد الشر علينا جميعا، بس أنا نفسه أنه في يوم من الأيام لقى نفسه ملوش نفس يلبس ويتزوق ويتشيك ويلبس الحاجة الجديدة أو يطقم. بتجينا الحالة دي صح؟ بتحصل لنا. هقول لكم دلوقتي انها برضو حاجة طبيعية، بس في ناس لما الحالة دي بتطول معاهم او بتستمر وطول مداها معاهم لابد ان يكون عنده من الوعي والنضج الكافي انه يقف ويسأل نفسه ويدور على الاسباب، واذا احتاج مساعدة بيدور على مساعدة بدءا من مديره وفريق العمل اللي بيشتغل معاه زي ما هنقول دلوقتي، ووصولا حتى للمعالج النفسي اللي هو يا جماعه انا حاسس ان انا عندي حاله داون ومحتاج ان حد يقول لي ايه الانشطه اللي ممكن اعملها او استعين بيها عشان ارفع من روحي المعنويه مره ثانيه. من المشاعر السلبيه الداخليه كمان شعور الشخص بانعدام كفاءته وانه ما بقاش زي الاول، وان انا كنت زمان بحس ان انا وانا واقف بتكلم او وانا بدير اجتماع او وانا بقدم برزنتيشن ان انا شاطر قوي، ان انا واخد يعني سكور عالي، او ان انا مبسوط من نفسي. دلوقتي انا بعمل حاجه انا مش مبسوط، حاسس انه عادي. شعور بانعدام الكفاءه، الشعور بان انا مش كفء، بالتالي هتاثر عليه في انه يخاف يظهر في مواقف كان بيظهر فيها زمان بمنتهى الجراءه. النهارده لا لا مش عايزه اتكلم انا في الميتنج، خلي فلان يتكلم. النهارده لا 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 بلاش تصوير، مش عايزه اتصور. تبتدي يحس بانه هو رأيه في نفسه بدرجة أقل. أكتر حاجة بقى بتبدو على الناس دي إن هم بيبقوا حاسين إنه مفيش فايدة من التطوير. يعني لو جيت قلت له خد كورس واعمل كذا وسوي كذا، ولا عشان إيه يعني؟ لو جه حد قال له أنا باخد كورس، مش أنت خليك أنت في مكانك، بس أنا باخد كورس وبعمل MBA مثلا وناوي أخد سكولرشيب في كذا، يقول لك وبعديها يعني هتوصل لإيه؟ فشعوره بعدم جدوى التغيير والتطوير وانه ملهمش اثر ايجابي وان احنا عادي يعني اللي عمله ده وصلوا لايه، دي نبره واحد يعاني بشده من الاحتراق الوظيفي. الحاجه اللي لاحظتوها كلكم في كلامي وانا بوصف لما قلت لكم تحسوا ان احنا كلنا مر علينا لحظات من دي، الجميع يمرون بمثل هذه اللحظات من الاخفاقات والانتكاسات والشعور بالإحباط في بعض الأوقات، ولكن لو الموضوع ده طال زمنيا يجب بمنتهى الجراءة ومنتهى الحزم نقف مع نفسي. لو أنا كنت بدرجة كافية من الوعي إن أنا هقف مع نفسي، إذا لقيت إن أنا مش قادر أعمل ده لنفسي يجب التوجه والاستعانة بالمتخصصين، علشان أنت كده بتحاول تحجم المشكلة إنها ما تتفاقمش. من الحاجات المهمة قوي اللي لازم نبقى عارفينها عن الأشخاص اللي بيعانوا من الاحتراق الوظيفي إنهم بيبتدوا يسعوا إلى الانعزال، بيستمتعوا بالانفصال عن الآخرين. فتلاقيه بعد ما كان بينزل يفطر مع زمايله أو يشاركهم وقت البريك، تدي يجيب ساندويتش معاه ويأكله على مكتبه، تدي يقعد لوحده. لو بيدخن سجاير بيدخل في مكان التراس مثلاً ولا في السموكينج روم بعد ما كان بيبقى فرصة كويسة انه يدردش مع زميله او مديره.
دلوقتي بيحب بقى يقعد لوحده الدقايق دي ويرجع تاني لمكتبه، والساعة 5 يقفل درجه واللابتوب وياخد بعضه ويمشي من سكات، لدرجة انك ممكن تبقى مش حاسس انه جه انه وصل. أسوأ حاجة بقى انه الشخص ده لا يقف تأثيره السلبي عند نفسه، بيبتدي يصبح مصدر ومصدر للطاقة السلبية. اقروها زي ما تحبوا، مصدر للطاقة السلبية أو مصدر للطاقة السلبية. بيبتدي ينقلها للآخرين، يبتدي يقول للناس أنتوا اللي شايفين الدنيا بمنظر غلط، خليني أفهمك الدنيا صح، كأنه هو اللي فاهم. يبتدي يقول لك لا 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 أنا هثبت لك اللي بقوله، يبتدي يدور على إثباتات وبراهين علشان يبرر لك مشاعره السلبية وإحساسه بالإحباط، وتدريجيا بينجح. وده يسمى في علم الإدارة والقيادة دومينو إفكت. الدومينو إفكت شبه اللي هي قطع الدومينو لما بنوقفها، عارفين انتوا احنا طول عمرنا واحنا أطفال كنا بنلعبها بطريقة غير اللي هي اتخلقت عشانها، احنا بنرصها كده على الواقف وبعدين نزق واحدة منها فتروح واخدة الباقيين كلهم في طريقة. في الإدارة استخدموا اللعبة اللي كنا بنلعبها دي بأنهم يعبروا عن تأثير الفرد على الباقيين، لو وقع هيوقع الباقي، لأننا مسنودين على بعض، لأننا مرتبطين ومعتمدين على الأقل في شغلنا على بعض. فبالتالي الدومينو إفكت هو تأثير سلبي من واحد أو من أحد الأفراد بيكمل تأثيره السلبي تدريجياً بتصدير الطاقة السلبية دي للآخرين، فتلاقي فريق العمل فعلاً كله يبتدي يعاني ويشتكي ويظهر عليه أعراض الاحتراق الوظيفي. كده انتوا فهمتوا؟ وصلت؟ عم ضياء في المسلسل الرائع الجميل ده كان نموذج، ما لقيتش أحسن منه أقرب لأذهان حضراتكم شكل الشخص اللي بيعاني من الاحتراق الوظيفي. بينزل شغله، بيعمل التاسكس والديوتيز بتاعته، ما بيغيبش من يعني من سوء حظنا انه ما بيغيبش، موجود مواعيد العمل بتاعته كامله، ولكن هو طول الوقت بيصدر لنا طاقه سلبيه وشعور بانه مفيش فايده لاي حاجه بنعملها. الشخص ده لا تخطئه عين، بيلفت نظر كل شخص يتعامل معاه، بيستخدم عبارات والفاظ وطريقه في الالقاء او في الكلام كمان بتنهيده، هزه راس، ابتسامة تهكم جانبية، نظرة عين يعني فيها كسرة كده. عم ضياء أنا ما لقيتش أحسن منه أقرب الصورة لأذهان حضراتكم. على قد ما احنا ضحكنا على الكاركتر ده، على قد ما الكاركتر ده والله موجود حوالينا وحقيقي مثير للتعاطف. يعني احنا مش المفترض ناخد الموضوع إنه مجرد كوميديا. حقيقة عم ضياء مثال لينا كلنا، يمكن مرينا باللحظات دي في أوقات بس كنا عندنا القدرة نخرج من الحالة دي بعد أسبوع ولا اتنين، وفي مننا اللي الضغوط كانت أقوى منه ومن قدراته فاستمر فيها وما زال يعاني. في كل الأحوال الكاركتر دي موجودة بينا، ويمكن تكون فينا مرينا بيها في واحدة من الأوقات اللي فاتت. الشكل الخارجي اللي فات ده كان داخلي، الشكل الخارجي للمؤشرات السلبية والعلامات التحذيرية للاحتراق الوظيفي هي الحاجات اللي ممكن تكون ظاهرة قوي على الشخص في مستوى أدائه وتعاملاته. يعني كان بيسلم في المواعيد، بطل يسلم في المواعيد، كان بيحقق التارجت، ما بقاش بيوصل للتارجت، كان بيجي في ميعاده ما بيتأخرش، ما بقاش بيجي في ميعاده وبقى بيتأخر كتير، كان ما بيغيبش بقى بيغيب وغياب غير مبرر، وكمان ما بيقولش قبلها، فجأة كده نكلمه أصلا عيان. وعلى فكرة هو مش بيكتب، هو عيان، هو فعلا عيان، لا هو عيان حقيقي جسدي، يعني مش قصدي ان هو عيان يعني نفسيا بس، لا هو جسديا كمان يعاني من أعراض نفس جسمانية. واللي فيكم حضر قبل كده للسيمينارز بتاعتنا عارف ان احنا جبنا سيرة النفس الجسمانية دي او الأعراض النفس الجسمانية دي كتير قبل كده، ان احنا بيبقى عندنا حاله شعوريه او مود وحاله مزاجيه سلبيه هابطه بينا بتؤثر على اعراض جسمنا، فنبتدي نشتكي فعلا من صداع، ونبتدي نشتكي من كتفنا، نبتدي نشتكي من ظهرنا، من رجلينا. اعراض على فكره
يعني مضللة جدا، ممكن تخليك تلف على عدد من الدكاترة، وفي الآخر هي أعراض نفس جسمانية. أشهرها أمراض المعدة والقولون على الإطلاق، مغص، انتفاخ، مشاكل كتيرة في الهضم، وفي الآخر تروح تكشف وتعمل جهاز دوري كامل أو كشف دوري كامل على الجهاز الهضمي وما عندكش علة عضوية. هو ضغط. معروف أن المعدة هي العقل الثاني في جسم الإنسان، مليانة روابط عصبية، فعشان كده حتى لما حد بيبقى مشدود أو قلقان تلاقي يقول لك أنا بطني وجعتني من كتر ما أنا متوتر. ده حقيقي، لأنها مليانة روابط عصبية زيها زي المخ، فيسمى أو تسمى المعدة بالعقل الثاني في جسد الإنسان. فمن الأعراض المعروفة جدا اللي بيسببها الضغوط، وخصوصا ضغوط العمل والوقوع تحتها لفترة زمنية طويلة مستمرة بشكل مستمر، إنه الشخص يعاني من أعراض نفسه جسمانية. فلو قال لك أنا عيان، هو مش بيكذب، هو فعلا في أعضاء في جسمه بتوجعه بيشتكي منها، ويبتدي يروح لدكاترة وهو مش مدرك إنه ممكن يكون ده كله من علامات الاحتراق الوظيفي. من الحاجات كمان اللي معروفة قوي إنه الأبريزل بتاعه، لو أنا كمدير لاحظت انه بقاله 2 كوارترز او مرتين، يعني ربعين سنويين من السنه، مستوى ادائه او درجته في الابريزل بتنزل، مفروض اخد بالي انه بدا مستواه ينزل في اخر 6 شهور. ولو كل شيء ثابت في الشغل وهو مستواه بينزل، اذا عنده مشاكل في الضغوط اللي مؤديه بيه الاحتراق الوظيفي بتظهر جدا جدا عليه في انخفاض مستوى ادائه، خصوصا لو كان الشخص ده مشهود ليه بالكفاءه والمستوى الاداء العالي. سواء كانت داخليه او اعراض خارجيه ظاهره، الداخليه لحاله الاحباط والياس والضيق والحزن والارهاق العام، أو كانت خارجية زي انخفاض مستوى أدائه الوظيفي وتكرار غيابه وإبداءه طول الوقت المبررات، سواء كده أو كده، في الحالتين الشخص بيسعى إلى الانعزال والانفصال عن الجماعة، بيبقى جواه أو بيتملكه شعور بالرفض بشكل عام. أنا شايف أني مش عايزة أتعامل مع حد، خليني في حالي، أدخل مكتبي أخلص ساعة 5 أخذ بعضي وأروح. تجنب التعامل والاندماج سواء مع مدير أو زملاء أو فرق عمل أو أي شخص، تحس كأنه فجأة بقى في حاله. لو هو دي طبيعته من الأول وشخص introverted أو انطوائي من الأول، ممكن يبقى دي حالة طبيعية جداً، ما عندناش أي مشكلة. بس أنا بتكلم عن الناس اللي لاحظنا تغيير عليهم. من الحاجات كمان اللي بتبين فيها سلوكه العام بالرفض والرغبة في الانعزال، هو إنه بيحبش يشارك رأيه أو وجهة نظره. فحتى لو سألته أو طلبتها منه، تقول له إيه رأيك في اللي إحنا هنعمله، إحنا عندنا فكرة ونبين نعمل كذا وإحنا هنبدأ نسوي كذا، تدي يقول لك ربنا معاكم، تمام، أوكي. كلمات مقتضبة وقصيرة جدا، ولو طلبت رأيه أو سألته أنت إيه رأيك، هيقول لك يعني ما عنديش رأي في الموضوع اللي أنتوا شايفينه. عدم الرغبة في المشاركة بأفكار إبداعية أو حتى بوضع حلول لمشاكل. الأدهى من ذلك أنه لو شاف مشكلة مش هيبلغ عنها، يعني مش هيقول إحنا عندنا مشكلة، مش هيحاول حتى أنه يبلغ من يهمه الأمر، مديره أو غيره، بأنه على فكرة في مشكلة حضرتك خد بالك منها. حالة من الرفض واللامبالاة والرغبة في أنه يكون بعيد عن كل حاجة، دي في حد ذاتها مؤشرات خطيرة خطيرة. أنا عندي موظف هيشوف الغلط ومش هيشاور عليه ولا هيفكرني ولا هينبهني. أنا عندي موظف مستواه بينزل ومستوى أدائه ونتائجه بتنزل، وبالتالي الأعمال والمشروعات اللي بيملكها أو اللي تحت مسؤوليته هتنزل، وبالتالي العملاء اللي مرتبطين بالمشروعات والمهام اللي هو بيأديها هيبتدوا يستاءوا، وبالتالي العميل المستاء هيبتدي يقول ويكتب على السوشيال ميديا بلاتفورمز الكتيرة دلوقتي المفتوحة قدام الناس ان الشركة دي وحشة، وكل ده بسبب واحد من الايجنتس او واحد من الموظفين بتوعنا يعاني من ضغط واحتراق وظيفي، فرد غير سليم وادى اداء محبط للعميل، فالعميل خد حقه بالكلام فالشركة اتضرت.
احنا مضرورين لو احنا مديرين شركات او اصحاب اعمال، احنا مضرورين ان احنا يبقى عندنا فرق عمل تعاني من الاحتراق الوظيفي. الموضوع مش بس انساني وان احنا عايزين نبقى بنساهم في تحسين اوضاع وحياه الناس اللي بيشتغلوا في بيئات العمل اللي احنا مرؤوس يعني بنترأسهم فيها، لا، كمان لو اتكلمنا بزنس از بزنس، احنا مضرورين ان يكون عندنا عماله بالحاله الذهنيه والنفسيه دي. المؤشرات النشطة الإيجابية للاحتراق الوظيفي شكلها واضح: الشخص يصبح مخرب، يصبح عدواني aggressive. على مين؟ على الاثنين، على نفسه وعلى الآخرين. على نفسه هتلاحظوا أنه ممكن، مش كل الناس، بس ممكن تلاقوا بعض الناس لما يبتدي يظهر عندهم الاحتراق الوظيفي الأعراض النشطة منه، أن يبتدي يأكل كتير، يزيد وزنه أو وزنها بشكل واضح، يهمل في مظهره، يدخن بشراهة، ولو ما كانش مدخن يبتدي يدخن، يبتدي يسلك سلوكيات تدميرية، سلوكيات مضرة وما شابه. يعني ممكن نوصل لدرجة من درجات الإدمان. ممكن يبتدي يجيله يعاني من الأرق فيسهر كتير، فيقعد قدام التلفزيون او البلاي ستيشن، يبتدي يدمن هذا العالم، يبتدي تركيزه يقل، تقول له انت كده بتاذي نفسك، مش مشكله. لو بيلعب رياضه هيبطل، هتبتدي تقل في اهتمامها بمظهرها، كل ده علشان هو مش قادر يتاقلم مع وضع ضاغط عليه. فالسلوك التخريبي هيبقى احد اشكال او علامات الانذار اللي بتقول، هي كده ما بقتش انذار للاسف، اللي بتقول ان هذا الشخص يعاني من الاحتراق الداخلي. ممكن جدا السلوك التخريبي يبدو بقى في صوره اعتداء على الاخرين، يعني الخناق، وانه يشبط في حد، وانه يتخانق مع حد، او انه يسرب معلومات، او انه يبيع محتوى قيم، أسرار شركة، داتا، كونتاكت ليست. تدي بقى مش باقي على بيئة العمل وعلى سمعة المكان وعلى انتماء، ويبتدي يقل كل الروابط العاطفية بينه وبين المكان اللي بيشتغل فيه. حتى اللي احنا بنقول عليه انه عشرة وعيش وملح بينه وبين الآخرين، تدي يحس انه انا مين واقف جنبي لما اتظلمت في موقف قبل كده، وانا مين جاب لي حقي لما حصل مش عارف ايه. عنده الكلام ده، عنده الافكار دي، وشايف انه انا كده باخد حقي، او على الاقل يعني انا مش باذيهم، هما اللي ابتدوا. ارجوكم لو لاحظتوا حد بيتكلم كده احتووه، يعني اسمعوا منه، حاولوا ان انتوا تدوله من الشيء من الوقت، او تنصحوه ان يتوجه لحد يديله قدر من الاهتمام وفتره يسمعه فيها، ويحاول يخليه يعمل anger release او تسريح للغضب اللي جواه. release يعني تسريح وخروج شيء مكتوم جواه. الرغبة في العدائية والتخريب أو سلك سلوك تخريبي ممكن تؤدي لحاجات يعني مؤذية جدا جدا لصاحبها وللمؤسسة اللي بتشتغل فيها. حتى الآن احنا فهمنا أن الاحتراق الوظيفي هو استغلال طاقة الشخص العامل بدرجة كبيرة جدا، أكتر من اللازم، أدت للمشهد اللي احنا شايفينه. احنا حتى في بيتنا بنخاف نحط كذا جهاز موصول في فيشة واحدة او في مشترك واحد، بنبقى شايفين ان ده تحميل زائد في الكهرباء على المشترك ده، او على كوبس الكهرباء دي، او مصدر الكهرباء ده. عشان كده مطلوب مننا نخلي بالنا من نفسينا رقم واحد، ونراعي بقى الآخرين لما نكون إحنا ربنا أراد إن إحنا نكون مديرين أو قادة على فرق عمل. فإحنا أصبح علينا تكليف إن إحنا ما نوصلش شخص إنه يبقى كده. ده مش صح، مش صح إن أنا أقول عايز أطلع منه كل الطاقة اللي جواه، أنا عايز أستغل كل إمكانياته. حتى أنتوا لما تبقوا في يوم من الأيام، أو إذا كان منكم الآن آباء وأمهات، راعوا قوي وانتوا بتطلبوا
مستوى أداء، درجات، سكور، بطولات في الرياضة اللي بيلعبها ابنكم أو بنتكم، إنه ما يبقاش فيه ضغط زائد، لأن ده حقيقي تحميل زائد على طاقته النفسية والذهنية بالمنافسة. طيب، إدارة الاحتراق الوظيفي تتطلب مننا بعض العلاجات والسلوكيات اللي تخلينا بقى نتحكم في ده، يعني بدءا من ان احنا نمنع حدوثه، مرورا بان احنا نتحكم فيه، وصولا الى ان احنا نتعلم الدرس ان ما نخليش ده يحصل مرة تانية. هارفارد بيزنس ريفيو في الاستطلاع اللي اتكلمنا عنه من دقايق قالت، وده شيء احنا كلنا مؤمنين به، ان الوقاية خير من العلاج. قالت ان تجنب الاحتراق الوظيفي هيكون اسهل واوفر وقتا ومالا وجهدا من علاجه والتعافي منه. انك يبقى عندك استراتيجيات تدير بيها نفسك وفرق العمل اللي انت بترأسهم من انهم يتجنبوا حدوث الاحتراق الوظيفي، ما يحصلش اصلا، ما يوصلوش ليه اصلا، مش نجربه وبعدين ندور ازاي نعالجهم منه، ان ده هيكون اسهل واوفر وبالمناسبه اذكى من ان احنا ندور على طرق علاجيه فقط. الاستراتيجيات اللي مش بس اللي هنقولها دلوقتي دي مجرد مقترحات او توصيات اوصت بيها الجهات اللي اتكلمنا عنها النهارده، لكن كمان ممكن قوي حضرتك تبقى شايف ان بيئه عملك او فريق العمل اللي تشتغل معاه في طريقه او استراتيجيه اكثر ملائمه من اللي احنا هنقوله او اضافه للي احنا هنقوله. عشان كده الاستراتيجيات دي كلها مش وحيده، يعني مش هي دي بس، مش هنقف عندها. خلينا نقول انه هارفارد بيزنس ريفيو قالت ان في 4 نصائح اساسيه مطلوب من المديرين ان هم يبتدوا يشتغلوا بيها ويهتدوا بيها ويعتمدوا عليها علشان يقدروا يديروا الاحتراق الوظيفي في فرق عملهم، بل وكمان يمنعوا حدوثه أو يتجنبوا حدوثه ويخففوا أثاره في حالة حدوثه. أول حاجة، ودي حاجة بديهية جدا بدأنا بيها ومستمرين وهننهي بيها، الوقاية خير من قنطار علاج. وده معناه أنه مطلوب من كل مدير أنه يفتش عن الأعراض اللي ذكرناها النهارده، واللي حضراتكم اكيد بما انكم جيتوا حضرتوا موضوع زي ده تبقوا مهتمين بيه، فهترجعوا تقروا وهترجعوا تدوروا هي ستانفورد قالت ايه في البحث بتاعها، هي الجمعيه الامريكيه للعلم النفس عرفت الموضوع ازاي وقالت اثاره بشكل مفصل اكتر ازاي، هرجع واشوف منظمه الصحه العالميه ايه توصياتها فيما يتعلق بالاحتراق الوظيفي، ايه توجهات واستراتيجيات الشركات المالتي ناشونال عشان تمنع حدوث الاحتراق الوظيفي. هترجعوا بما انكم مهتمين بالتوبيك يبقى انتوا اكيد هتقروا فيه تاني. فاول حاجه لازم تبقوا عايزين تمكنوا نفسيكم منها هي إدراك الأعراض، إني أفتش عن الأعراض دي وأقدر أميزها بسهولة وبسرعة وبدقة. فتش عن الأعراض علشان هي اللي هتخليك تمنع حدوث الاحتراق أو تجمده في وقت مبكر. اقروا أكتر عن الأعراض. السبب التاني أو النصيحة التانية اللي المفروض إنه المديرين يبتدوا ينتهجوها ويعتبروها منهج ليهم هو إنه يتباسط شوية ويتواضع شوية كمان ويتبنى وجهات نظر الآخرين، وما يفترضش إنه الموظف باي ديفولت كده وبطبيعته محتاج للي يشد عليه وللي يظبط أدائه وبوكر فيس ولازم ما تواضعش مع فرق العمل بتاعتي ولازم أخليهم يحسوا بالرهبة مني. أرجوكم لو أنتم مديرين في أماكن بتشتغلوا فيها فتبنوا وجهات نظر الآخرين وحطوا نفسكم مكانهم، أكيد إحنا هنحب ندار بطريقة إنسانية لطيفة حازمة ولكن لطيفة. والحزم لا يعني العنف أو القسوة، حتى بالإنجليش اسمها assertiveness، والعنف والقسوة والعدوانية اسمها aggressive، فالاتنين مختلفين عن بعض تماماً. مطلوب كمان انه حضرتك تكون، بما انه دي نصائح للمديرين يعني
مطلوب من حضرتك انك تكون كريم في انك تدي معلومه، تعلم طريقه وسيله تخفف الضغط على الناس، تعلموا طريقه انت بتستخدمها لو انت بتعرف تدير ازاي الضغوط اللي بتمر بيها، وتعلموا كمان طرق يعمل بيها شغله باقصر الطرق او اقل وقت باقل مجهود، لان ده هيخفف عنه الضغط وبالتالي مش هيعرضه للاحتراق الوظيفي. ليه بقول كده؟ لانه كتير بسمع وتقريبا انتوا كمان بتسمعوا عن ناس بتحتفظ بالمعلومه القيمه لانفسها ويقول لك لا 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 انا مش هديله سري، انا تعبت فيه عشان اوصل له. والله هو ربنا لما وصلني ليه وصلني ليه لسبب والحكمه، اولا استفيد انا بيها، ثانيا افضل اخد جزاء، والله إذا كانت العلم إخراجه جزاء أن أنا بقول المعلومة اللي أنا تعبت فيها بلا شك وبلا إنكار أن أنا تعبت فيها، بس أنا باخد تمنها مش بس سكور وتسقيف وشهادة، ممكن أكون باخد تمنها في كل واحد هيدعي لي لما يعرف معلومة مني ويستخدمها وينجح، ما هو ده تمن. بس احنا مش بنشوفه، مش بنمسكه، مش بناخد ورقة مطبوعة بتقول أن أنت شاطر، فاحنا مش حاسينه أنه تمن، بس هو تمن. بكرة لما يبقى عندكم أولاد في مدارس وتبقوا حاسين انه بتتمنى ان ابنك ربنا يفتح عليه في الامتحان وما ينساش المعلومه اللي انت سهرت تذاكرها له، وانه حد بس يفكره باللي ناسيه، انت هتعرف انه لما انت في يوم من الايام نقلت معلومه لحد ده تمنه برضه. يعني من الاخر هي بتلف وبترجع لنا في صوره او باخرى. اي حاجه بنقدمها للناس من دعم، من تعاطف، من احتواء، هيرجع لنا في صوره اخرى النهاردة أو بكرة أو بعده. دي مش دعوة للمثالية ولا ادعاء ليها خالص، ده اختبار بنتحط فيه كل يوم، إنك بتلاقي أوقات ناس بتطلع لك بمعلومة أو بموقف أو بمساندة وتبقى مش عارفهم، فهو ليه ظهر لك دلوقتي؟ ليه ساعدك النهاردة؟ ليه قدم لك التوجيه الإرشادي اللي ساعدك قوي ده؟ ليه ربنا حطه في طريقك؟ عمل من الأعمال أنت عملته في وقت تاني، والنهارده وقت انك تاخد ثمنه. موضوع بسيط، فكن كريم في تقديم الدعم لانه هيجي يوم وهتاخد ثمن الدعم ده بصوره او باخرى. رابع حاجه من النصائح، انا عن نفسي والله فعلا شخصيا بديها كل التقدير والدعم، وتقريبا انا قلتها كده من نص ساعه ولا حاجه، انه ايه الداعي ان احنا نكهرب الناس ونحطهم طول الوقت على خط النار بثقافة الفورية، اللي هو ابعت لي الحاجة as soon as possible، ابعت لي الحاجة دلوقتي، ما تروحش غير لما تعملها، ولو عندي حد تاني مش هتنام غير لما مش عارف ايه. ليه ثقافة الفورية دي؟ دي حرقت أعصاب ناس كتير، وممكن نكون احنا منهم على فكرة الناس دي في وقت ما، ويمكن اي حد بيقف لثقافة موروثة مش سليمة أدت لتبعات سلبية بيكون هو نفسه أول المضرورين منها في وقت فات، فتلاقيه هو أكتر حد متحمس أن يحارب الثقافة دي. ثقافة الفورية أو ثقافة الأداء الفوري أو الأداء المثالي، ممكن تضيفوها كمان، دي ثقافة ضاغطة على كل شخص بما فيها الشخص نفسه. يعني ممكن حد يبقى ثقافة الفورية دي مش بيطبقها على غيره بس بيطبقها على نفسه، ثقافة المثالية مش بيطبقها على غيره بس بيطبقها على نفسه، فهو نفسه بيسبب احتراق ذاتي لنفسه، هو نفسه بيحط على نفسه ضغوط أكتر من اللازم. طيب السؤال اللطيف والأخير، أقول لمديري إزاي أن أنا أعاني من الاحتراق الوظيفي؟ من دقايق قلت لكم نبدأ بأنفسنا ونحاول أن احنا نغير مفهومنا وتوصفنا وتعرفنا للاحتراق الوظيفي، لا هو شيء معيب ولا شيء مخجل ولا شيء يدل على ضعف وعدم مهارة ولا أي حاجة، بالعكس وفقا للـ APA أو الـ American Psychological Association قالت إن اللي بيعاني من الاحتراق الوظيفي هم الناس البروفيشنالز، يعني الناس الشاطرة. فلو أنا جيت النهاردة قلت إن أنا بأعاني من الاحتراق الوظيفي، ده معناه إن أنا واحد بروفيشنال، اثنين أنا ديسيبلين ملتزمة وعندي التزام ذاتي داخلي، ثلاثة أنا شخص صريح وواضح وما برضاش أبداً أني أغالط شعور، يعني أبقى حاسس بحاجة بس أنقل حاجة تانية، رابعاً وده مهم قوي أن أنا شخص بسعى أني أكون مثالي وكامل وشاطر وما بحبش أشوف نفسي ضعيف،
معنى كده ان اللي بيعاني من احتراق الوظيفي ده دلاله على انه مليان مواصفات ايجابيه، دلاله على انه حد كويس جدا على المستوى الوظيفي والانساني والنفسي، ومن كتر ما هو كويس مش قادر يتحمل هذا الشكل من الضغوط. فبالتالي ابدا بنفسك وغير مفهومك وتوصيفك للاحتراق الوظيفي على انه شيء مخجل او معيب او يستحق انك انت تنفيه عن نفسك كتهمه. تاني حاجه ابتدي اعملها وانت بتتكلم مع مديرك، انك هتبدا بمقدمه قصيره مباشره من غير كلام كتير، وارجوك اطلب المساعده ولا تشتكي. انا من ساعه ما بدات مش عارف ايه وحضرتك عمال تضيف عليا اعباء، ومن ساعه ما فلان جه وانا ما بشوفش النوم. دي شكوى، ده مش طلب. وانا شخصيا لو مكان المدير ده هبقى قاعده بسمع الثلاث اربع خمس دقايق دول مش عارفه هو عايز مني ايه، هو بيشتكي مني ولا ليا ولا عايزني اساعده ولا بيفضفض، انا مش عارفه هو عايز ايه. فعشان كده النصيحه المباشره بعد تغيير مفهومك، لان اول حاجه بنبدا بيها هو تغيير ادراكنا عن اي شيء بنشوفه بطريقه اصح واوضح، ابتدي على طول اتكلم مع مديري بشكل مباشر، ما اتكلمش عنه، ما اشتكيش منه، اتكلم مع مديري. انا يا فندم حاسس بضغوط في العمل متزايده الفتره الاخيره. جمله قصيره مباشره واضحه فهمتني انا كمدير هو ايه اللي بيعاني منه، وفهمت هو عايز ايه، عايزني أخفف ودير معاه الضغوط المتزايدة الواقع عليه في الفترة الأخيرة. جملة واضحة. بالمناسبة عدم الوضوح في طلباتنا هو سبب مشاكلنا في التواصل بشكل عام. احنا بندخل نوصف حالتنا وده مش المطلوب، المطلوب انك توصف طلبك انت عايز ايه، مش تقول له انا من ساعة ما بدأت الشغل وانا حاسس ان انا كذا وكذا وكذا، ومش عارف الواحدة مثلا تقول انا فلانة من ساعة ما جت وانا مش لاقية نفسي في الشغل. ايوه، يعني انا اساعدك ازاي؟ ما هو انا برضو كمدير وانا بسمع ده مش عارف انا اساعدك ازاي من ساعة ما جت زميلتك الجديدة وهي يعني بتمثل بالنسبة لك حاجة سيئة جدا او تجربة سيئة، برضو ما عرفتش ايه اللي مطلوب مني اعمله. لكن لو قلت انا محتاجة احدد اختصاصاتي انا وفلانة زميلتي الجديدة علشان انا حاسة بتداخل وتضارب في اختصاصاتنا ومهامنا، انا كده وصفت الطلب بتاعي، مش وصفت بس شعوري بالاستياء وان انا مسترخمة الزميلة الجديدة وان انا حاسة بانه فلان بيمارس سلطات عليا. لا، انا طلبت. فوضح طلبك بشكل مباشر بمقدمة قوية وقصيرة، واطلب المساعدة ولا تشتكي. هيسمعك أي حد دلوقتي طرق إلى ذهنه بس أنا مديري ما بيسمعش، صدقوني لو غيرنا طريقة الكلام هيسمع. ما أصل جملة واحدة اتقالت في أربع ثواني هتجبره أنه يسمعها، لكن مقدمة طويلة في أربع خمس دقايق شكوى ووصف معاناة طبيعي أنه ما يسمعش. ومين هيسمع؟ دي لو صاحبتي مش هتسمعني، مالك مديري. المطالبة بحدود شديدة الوضوح وشديدة الفصل في المهام والمسؤوليات والواجبات الوظيفية. يا جماعة ما تتنزلوش عن job description واضحة محدثة updated. محدش يدخل على job description قديمة في شغله، ولو دخلت على job description قديمة بص فيها وتأكد ان هي دي المهام اللي انت بتعملها فعلا، وإلا طالب وجاهد في المطالبة بأنها تتعدل ويتعمل لها أبديت. أنا بعمل واحد اتنين تلاتة إضافة للسبعة اللي مكتوبين، فهل هم عليا بشكل مستمر ولا استثنائي؟ لا، دول بتوعك، إذا نكتبهم. ليه بتعمل ده؟ عشان التلاتة ما يبقوش خمسة، والخمسة ما يبقوش سبعة، اللي هي الحاجات الزيادة اللي مش مكتوبة في الجوب ديسكريبشن. لكن لو كتبتها ده طلب واضح وصريح مني بان الورقه دي والفريم ده انا مش هخرج بره، مش هبقى مطالب بما هو ازيد من العشره اللي مكتوبين في الجوب ديسكريبشن. وبالتالي انا كده حجمت كم الضغط الوظيفي اللي عليا العشره دول. وسبق وقلت في بدايه الكلام ان ضغوط العمل العاديه الطبيعيه امر مقبول وعادي وشائع، وكلنا عندنا ضغوط مهما كانت وظيفتنا، ولكن لما كنا عارف حدودها وليها إطار. كل يوم الصبح أنا ببص في ورقة، أنا عارفة أن دي مهامي وخلاص، لكن لما تبقى الورقة
يعني اللي جواها صغير، وانا عارفه ان في حاجات كتيره جدا بعملها لكن مش مكتوبه. اذا الكتير ده هيبقى كتير وشويه، والكتير وشويه هيبقى كتير وشويه وشويتين فوقيه. ليه؟ مش مكتوب. وطالما مش مكتوب اذا قابل للاضافه طول الوقت، فهتلاقيه طول الوقت بيزيد ويتحمل المزيد. اذا قدرت انك تكون شخص مرن مع نفسك ومع الاخرين، يا سلام، ده شيء هايل جدا، تاخد عليه جزاء فعلا يعني في الدنيا والاخر. انت شخصيا كموظف لما هتخبر مديرك طلبه بالمرونه، قول له يا فندم الديدلاين ده ممكن يبقى ديدلاين وهمي او ديدلاين اولي، ايه الديدلاين الحقيقي الاخير عشان بس ابقى انا عامل حسابي، انا كده كده هلتزم وحضرتك عارفني وحضرتك مجربني، بس انا عايز بس ذهنيا ابقى ما بضغطش على نفسي. اذا في بالامكان مرونه طالب بيها. اخيرا، اذا في احسن الاحوال مديرك او مديرتك او مديرتك وافق وعمل لك طلباتك وحدد جوب ديسكريبشن وحدود شديده الوضوح وبدا يتحكم في المضايقات والاستفزازات اللي بتحصل من بعض الزملاء ليك وتعامل معاك بشيء من المرونه وطول الديدلاين وخد منك بعض المهام الزياده اللي عليك ورجعها لاصحابها او اوكلها لشخص ما يبقى مسؤول عنها وفرغ وقتك للي انت مطلوب منك وما بقاش بيحملك بمزيد من الاعباء ولا بيفاجئك بحاجات جديده كل يوم الصبح. اذا مديرك الحمد لله كان من هؤلاء الاشخاص المستجيبين وعمل ده، ارجوك بلاش احساسك بانك انتصرت يخليك تيجي في وقت من الاوقات وتقول طب انا هساعدهم في الحته دي. لا تتراجع، لان التراجع معناه انك هترجع لنقطه الصفر. طالما هو حقك وانت طالبت بيه واخدته، فارجوك استمر عليه على الاقل لفتره من الزمن لحد ما ترسي قواعد الوضع الجديد، فيتعرف انه سين دي مهامه. لكن مش انا النهارده احظى بقبول من مديري موافقه على الجوب ديسكريبشن الجديده او على وضع العمل الجديد واجي بعدها باسبوع اقول والله صعبوا عليا وهم شغالين كده وانا قلت ده انا بعملها بطريقه اسهل. اما تدخل، تدخلك معناه انك بتزيح الاطار الجديد اللي رسمه مديرك معاك بناء على طلبك. فارجوك لا تتراجع. ده مش او يعني دي مش دعوه للقسوه، ولكن دي دعوة للمهنية. كل واحد يبقى عارف إيه اللي مطلوب منه، فإذا قدرت توصل لاتفاقية مع مديرك إن ده شغلي وده شغل زميلي، إذا لازم تحافظ على هذا الفصل، ده شغلي وهأجيد فيه وهطلع أحسن نتيجة، وزميلي هيجيد شغله وهيطلع أحسن نتيجة، وكل واحد يبقى بيعمل شغله. بلاش التداخل وبلاش اللي هو شكل من أشكال عدم الرسمية في التعامل في بيئات العمل. ما نكرش ان ده ممكن في الاول يخلق جو اجتماعي لطيف، بس بعدين نفس الجو ده بيتحول لمشاكل. فعشان كده الاجانب شاطرين اكتر مننا في الحتة دي، ان عندهم فصل ما بين علاقتهم الشخصية وما بين المهام الوظيفية. هم اشطر مننا في الحتة دي. احنا شعب عربي عاطفي بطبيعتنا، دي يعني من مواصفات الشعب العربي بشكل عام. نحن سبورتيف وبنحب نساعد بعض، ولو عندي وقت اديه لغيري، ولو ما عنديش وقت برضو انا هقتطع من وقتي انا واديه لغيري. دي حاجات حلوة، بس في بيئات العمل لو زادت التوصيف الوظيفي بيضيع، وما نبقاش عارفين مين على يعني ايه من المهام على مين من الاشخاص، مش عارفين مين بيعمل ايه ومين مطلوب منه ايه ومين مسؤول عن ايه. فلما بتحصل مشكله بتلاقي الموضوع عام وشائع. فهل دي احترافيه؟ اكيد لا. اخر حاجه بقى، ارجوكم خدوا البريك بتاعتكم. مهما كان ضغط شغلك، خد البريك بتاعتك، قوم اتغدى في مكان غير مكتبك، قومي اشربي العصير او النسكافيه في مكان مفتوح ان شاء الله لو ما فيش تراس في الشركه قدام شباك من الشبابيك، قوم صلي الظهر في وقته، خد وقتك وانت يعني بتعمل عبادتك. مش قصدي انها تبقى حجه ان نضيع فيها ساعه الا ربع وساعه من وقت شغلنا، بس ده في حد ذاته ربنا فرضه علينا علشان يكون اوقات مستقطعه من اوقات الشغل والعمل والسعي علشان نهدى بيها وعلشان
نراجع بيها أنفسنا ونرجع لحالة من الهدوء النفسي. فقوموا اعملوا ده وانتوا مش على عجلة، مش على استعجال. يعني خدوا غداكم فعلا معاكم للشغل، أو اطلبوا الغدا مش مشكلة، بس مش قدروا تعملوا ده كل يوم علشان كده المرتب مش هيكفي، وكمان علشان unhealthy، يعني مش حلو ان احنا نطلب اكل من بره. بس حقيقي والله دلوقتي بقى في توجه كبير قوي انه الناس بدات تاخد لانش بوكس زي اولادها كده معاها الشغل، او كيس من اكياس الساندوتش المقفوله دي اللي بيطلع منها الهواء، واخد معايا اكله كويسه، ساندوتش خفيف، فاكهه، عصير، مج، ترمس، ايا كان. دي مش حاجات تثير يعني ان الناس تضحك علينا خالص، بالعكس دي سلوكيات صحيه. احنا اللي كنا بنشوفها كده انه ايه ده، وانا لسه صغير واخد معايا كيس سندوتشات. على فكره اللي بيعملوا كده هم الناس الصح. الناس الثانيه بقى هي اللي بتروح بتقول لك هناكل النهارده ماك ولا برجر كينج ولا بيتزا ولا هي دي الناس اللي تخنت وعيت وضعفت وحاجات كتير قوي. فياريتنا نرجع لكيس السندوتشات، دي حاجه كويسه قوي. اهم حاجه سواء جبت اكل او خدت اكل معاك، احترم وقت البريك، وقت الغداء بتاعك، لانه حقيقي ده حقك اللي ممكن يكون حائط الصد الاخير في يومك انك تفصل، بدل ما تلاقي نفسك العشر ساعات جريوا منك تحت ضغط. مع ان مش في كل الاوقات هتوصل للنتيجه دي بسلام وامان، ومش كل المديرين هيسمعوا ومش كل المديرين هيتفهموا، ولكن انت هتستمر في المحاوله. واذا كنت انت شخصيا واحد من المديرين، فاتمنى ان اللي اتقال النهارده الى حد ما خلق شيء من التفاهم والتعاطف مع فرق العمل اللي انت مسؤول عنها. والحسن الحظ فعلا احنا في اخر سنتين او اقل من سنتين اصبح الجميع تشمل حاله من المرونه وتقبل التغيير في ظروف العمل ومواعيد العمل، وان احنا ممكن نخفف على نفسينا. اوكي مش لازم تيجي، ممكن نعمله باي زوم. طب ما فيش مشكله، بعتهولي بالايميل اشوفه وبعدين لما نتقابل نتناقش فيه. بقى في شيء من المرونه، ده الحسن الحظ. يمكن دي تكون الحاجه الوحيده او من الحاجات القليله قوي اللي ممكن اقول عليها ايجابيه من وراء جائحه كورونا، ان الناس في بيئات العمل بقى عندها شيء من تقبل صور واشكال تانية من تنفيذ العمل. مش لازم تيجي تعرض لي البرزنتيشن في قاعه الشركه، ممكن تعملها لي على زوم. مش لازم نعمل انترفيو ونجيب واحد من الشروق للتجمع، مش لازم نعمل ده، بس ممكن نقول له نعمل انترفيو باي زوم، اتليست في الانترفيوهات الاوليه اللي هي لسه ما بناخدش فيها قرارات. فلحسن الحظ، لحسن الحظ انه الظروف اللي احنا فيها النهارده خلت الناس جواها شعور بان احنا عايزين نخفف عن بعض. واذا كان بايدينا ان احنا نزيل الضغط، واي نوت، خلينا نعمل ده. ما هو انا هزيل ضغط عن حضرتك، وحضرتك في وقت يعني في وقت تاني او في يوم تاني هتتقبل مني عذري وهنعمل حاجه تانيه بطريقه اسهل وايسر، فهتزيل الضغط عني. لحسن الحظ يمكن يكون دي من المميزات اللي طلعنا بيها من ورا جائحه كورونا، انه النهارده الاعذار اصبحت الى حد ما في بيئات العمل تقبل بسبب الظروف الحاليه اللي احنا فيها. ويمكن ده يقلل شويه من الاحتراق الداخلي والضغط على العاملين في بيئات العمل. شكرا لكم، اتمنى اكون افدتكم النهارده. كانت معاكم دينا مجاهد من المركز الثقافي الروسي. شكرا لكم.